أعلن سفير سوريا لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك أن الحكومة مددت التصريح الممنوح للأمم المتحدة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا لثلاثة أشهر أخرى. في وقت يقبع أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر ويحتاج نحو 17 مليون شخص لمساعدات إنسانية عاجلة وفقا لتقارير أممية، ما يزال ملف المساعدات الإنسانية رهينا للأجندات السياسية وصراع المصالح بين الأطراف المتداخلة بالأزمة السورية. فبينما تضاءلت المساعدات المقدمة للسوريين بشكل كبير جراء نقص التمويل وعدم إيفاء المانحين بالتزاماتهم السابقة، لعبت الأجندات السياسية دورا كارثيا في تسييس ملف المساعدات، وخاصة فيما يتعلق بمناطق الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا. سفير سوريا لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك أعلن تمديد التصريح الممنوح للأمم المتحدة من قبل دمشق لإدخال المساعدات الإنسانية عبر تركيا إلى مناطق شمال غربي سوريا، ما يبقي الباب مفتوحا بحسب مراقبين أمام استمرار الفساد وملفات الابتزاز المتعلقة بهذا الملف من قبل الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية التابعة له وهيئة تحرير الشام الإرهابية جبهة النصرة سابقا. الضحاك أوضح في منشور على منصة إكس أن الأمم المتحدة يمكنها الاستمرار في استخدام معبري باب السلام والراعي الحدوديين مع تركيا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال غربي سوريا لثلاثة أشهر. يأتي ذلك فيما لا يزال معبر تلكوتشر العربية الرابط مع العراق من مناطق شمال شرق سوريا مغلقاً أمام المساعدات الإنسانية منذ العام 2020، ما يعني مواصلة حصار نحو 5 ملايين شخص وحرمانهم من المساعدات الإغاثية بما فيهم مئات آلاف المهجرين قسرا جراء الاحتلال التركي لمناطقهم في كل من عفرين وتل أبيض كريسبي ورأس العين سريكانية. ينضم إلينا من باريس مجيد بودان رئيس جمعية المحامين في القانون الدولي في باريس. أهلا بك أستاذ مجيد. نتحدث عن سماح الحكومة السورية بإدخال المساعدات الأممية لمدة 3 أشهر عبر معبرين الراعي وباب الهواء الحدودين مع تركيا. ماذا تريد أن تثبت الحكومة السورية من خلال هذا التمديد؟ يعني أولا هذا التمديد هو تمديد إداري شكلي إجرائي ليس له أي معنى، لأن الموضوع هو أعمق من ذلك. لا يمكن لأي حكومة كانت أن تمنع دخول المساعدات، ولكن الموضوع الآن ليس في إدخال المساعدات فقط بل في وجود المساعدات نفسها. في مسألة المساعدات، هذا شعب الآن تقريبا 90% منه يعيش بالمساعدات، يعني هذا مسألة مخالفة للقانون ومخالفة كذلك القانون الدولي، لأن تجويع الناس ومنعهم من الاسترزاق بشكل طبيعي بأن يقوموا بالسعي وراء يعني غريف يعني لقمة العيش بشكل طبيعي هو أمر مخالف للقانون الدولي، لسبب أن الإنسان من طبعه يجب أن يتكل على نفسه وأن يسعى على الأرض ويدير حياته، وهذا العمل هو منع للمواطنين بشكل كبير 90% ليس أمر هين، وهذا لا يمكن قبوله ولا يمكن الإبقاء عنه، وهذا يعني وهذه يعني جريمة، هو فعل مسترسل في القانون الدولي، يعني جريمة متواصلة يجب إيقافها، والذين هم مسؤولون عن تلك الجريمة ولا يكفون عن ذلك ولا يوقفونها ولا يصلحون الوضع ستكون لهم مساءلة على أساس القانون الدولي، لأن الحاكم الذي يحكم بلد ليست له السيادة الكاملة والطائلة على الناس، هو يمكن أن يدير بلد ولا يمكن أن يمنع الناس من حياتهم العادية ويجعلهم يعني متسولين بهذا المعنى القبيح للكلمة، وبالتالي هذه مسألة يجب إيقافها، والذي لا يوقفها ويساهم في استمرارها هو مسؤول أمام القانون الدولي.
طيب أستاذ مجيد، تحدثت حضرتك وقلت أن هذا التمديد أو الموافقة من حكومة دمشق لا قيمة لها، يعني هل تنتظر أصلا الأمم المتحدة موافقة دمشق على إدخال المساعدات عبر هذه المعابر، خاصة أن هذه المعابر أصلا هي ليست تحت سيطرة قوات الحكومة السورية، هي خارج السيطرة؟ هذه مسائل كما تحدثنا هي مسائل شكلية، ليس هناك ضرورة وهي مجرد أن تكون هناك سلطة تقوم بهذا الإجراء الذي هو حبر على ورق وليس له أي تأثير على أرض الواقع. التأثير على أرض الواقع هو من تركيا، وعلى الحكومة التركية أن تفتح تلك المعابر وأن يقعت إغاثة هؤلاء الناس. احنا ننظر هذه المشاهد وكأن الناس في غزة او في 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 مناطق تحت يعني الاحتلال، وبالتالي هذا امر شاهدناه في فلسطين والآن يمتد إلى سوريا، ويجب إذا كان هناك اتجاه حتى أن يكون هناك حل فلسطين لإزاحة مثل هذه الأوضاع والمشاهد، فبالأحرى والأولى أن تزاح في سوريا. مهما كان الخلاف السياسي ومهما كانت الأوضاع، يجب إعادة الكرامة للناس، يجب إعادة الإمكانية العيش المحترم للناس وتمكينهم من حياتهم العادية، وبالتالي هذا المنع هو جريمة في القانون الإنساني الدولي ولا يمكن التمادي فيها. طيب على ذكر المساعدات أستاذ مجيد، لماذا تقلص دعم المجتمع الدولي أو منظمات الأمم المتحدة الإنسانية للمساعدات الإنسانية لإدخالها إلى سوريا؟ يعني حتى قبل حرب غزة، الموضوع ليس بجديد. الموضوع قديم والموضوع مزمن، وهذا الموضوع يريد الكثير الاستفادة منه، لأن فيه كل المساعدات التي تأتي لا تذهب إلى المواطنين، لا تذهب إلى الشعب يعني المكبل، ولكن تدخل في عمليات تهريب وعمليات فساد، وبالتالي هناك الكثير من المستفيدين من ذلك الذين لا يريدون حل لهذه المشكلة، لأن هناك محاصيل مالية وسياسية ونفوذ لكي يسيطروا على الوضع ويتركون الناس تحت سيطرتهم، وبالتالي هذا الموضوع هو موضوع عميق جدا ولا ينحل بمجرد التنديد، بل يجب اقتلاع هؤلاء الناس من ومصالحهم وأن يفتح الأبواب أكثر إلى المجتمع الدولي لكي ينظر ويكون هناك تحديد وتدقيق في كيفية إيصال المساعدات وكيف تصل المساعدات وما هي الكمية التي تحول وجهتها لمصالح يعني غير إيصالها. أستاذ مجيد، يعني حتى نقص المساعدات أو بسبب الفساد كما تتفضل ربما في شمال غرب سوريا وهذه المناطق التي تدخل عن طريق تركيا ليس مقتصر على هذه المنطقة، حتى الأمم المتحدة أعلنت صراحة بوقف دعم بعض شرائح المجتمع اللاجئ في لبنان، اللاجئين السوريين، حتى هناك أيضا تم تقليص المساعدات. صحيح، لهذا السبب يجب أولا أن يقع تدقيق في هذه المساعدات، ولكن فتح الأبواب للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية لتسهر على كيفية تصل تلك المساعدات، ولكن بعد ذلك يجب أن يكون الهدف أن يستغني الشعب السوري عن المساعدات برجوعه إلى وضع عادي، إلى وضع طبيعي لكي يعيش بشكل طبيعي ويسعى لإيجاد وسائل الرزق بنفسه ولا يكون شعب يعني يركن به إلى خانة التوسل. طبعا هذا أستاذ مجيد يتطلب حل الأزمة السورية بشكل كامل وعودة اللاجئين والنازحين إلى أماكنهم ومناطقهم. صحيح، وهذا شيء ضروري، ولهذا السبب لا يجب أن ندخل في إطار ونغرق في إطار كيف تنظم المساعدات فقط، بل يجب العمل على
أن تنهى مسألة المساعدات، ولا تنهى إلا بإيجاد حل للأزمة السورية ولهاته ولهذا الوضع الذي لا يمكن أن يبقى كما هو، لأنه مخالف للقانون الدولي، ولأنه هناك خرق كبير لحقوق الناس مهما كانت الاتجاهات السياسية. لذا يجب أن تفرض هذه الوسائل، وتفرض بأن يعي المجتمع الدولي أنه له مسؤولية في إبقاء الوضع على ما هو، وأن لا يمكن لأي نظام مهما كان أن يقوم بدوس الحقوق البسيطة للناس والأساسية للناس بهذا الشكل. ويجب أن تحل هذه المسألة على أساس أن تحترم فيه حقوق الناس قبل أن نذهب إلى الحلول السياسية بالمعنى التيارات. يجب أن يؤمن أن يتفق الجميع على أن هناك حقوق لا يمكن المساس بها مهما كان التيار السياسي الذي أو التيارات التي يمكن أن تحكم سوريا. نعم، أشكرك جزيل الشكر من باريس مجيد بودن، رئيس جمعية المحامين في القانون الدولي في باريس.